نستعرض أداء أسواق العاصمة الإماراتية خلال تعاملات اليوم، ونبدأ من سوق العاصمة أبو ظبي الذي يتداول عند 9297 نقطة بعد ارتفاع إلى مستويات تقريبا 9310 نقاط، وعمليات تصحيح في المؤشر في هذه اللحظات. التداولات 148 مليون و600 ألف سهم بقيمة تزيد عن 452 مليون درهم حتى هذه اللحظة. الأكثر تداولا في سوق أبو ظبي منازل العقارية 25 مليون و100 ألف سهم، إشراق العقارية 22 مليون و200 ألف سهم، الخليج للصناعات الدوائية أكثر من 16 مليون و200 ألف سهم، ثم ألف للتعليم ومجموعة ملتبلاي. أما في الشركات الأكثر تداولا حتى اللحظة من حيث القيمة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية العالمية القابضة 120 مليون درهم، والسهم عند 400 درهمين. الدار العقارية التي أعلنت عن أرباحها وارتفاع ب 52% خلال التسع أشهر الأولى مقابل نفس الفترة من العام الماضي. التداولات الأكثر وأكثر من 42 مليون ونصف المليون درهم و7 دراهم و65 فلس سعر السهم. الفضبي 31 درهم لهذا 31 مليون سهم لهذا السهم والتداولات عليه. سوق أبو ظبي 4564 نقطة لسوق دبي في هذه الأثناء، ارتفاع ب 27.18%. في سوق دبي 151 مليون و 152 مليون في هذه اللحظات، والتداولات أكثر من 54 مليون و 300 ألف سهم. الأكثر تداولا بالكمية شعاع كابيتال 7 ملايين و 300 ألف سهم، دركان سكال 6 ملايين و 600 ألف سهم، ديار للتطوير أكثر من 6 ملايين و 200 ألف سهم. الأكثر تداولا من حيث القيمة في سوق دبي إعمار العقارية عند 48 مليون و 800 ألف سهم، وكذلك إعمار للتطوير 26 مليون سهم، وإعمار للتطوير يصل مستويات 9 دراهم 31 فلس ويتفوق عن إعمار الأم. ودبي الإسلامي 12 مليون ونصف المليون درهم، وكذلك العربية للطيران في الإمارات دبي الوطني.